السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبين وعشاق السفر، مرحبا بكم في هذا الفيديو. رحلتي كانت هذه المرة لشمال المغرب، وبما أن الويكاند كان طويل بحكم نهار الجمعة اللي كان عطلة، قررنا ندوزوها كلها في الشاون. كانت أول مرة نزورو هذه المدينة، وحيت نسمعوا عليها بزاف فما استخسرناش عليها العطلة كلها. في الحقيقة تستاهل، وحتى حنا كنا نستاهل الهدوء والجو الرائع اللي قدمته لنا المدينة. فشكرا من أعماق القلب لكل سكان المدينة، الصغير قبل الكبير. ويلا نبدأ الرحلة ديالنا. كانت الانطلاقة من مدينة سلا على الساعة 7:15، دخلنا المدينة توزان مع 9:15، وبما أنه كان مازال الحال فكل شيء كان باقي ساد. قلنا نمشو نفطرو على ما تعمر المدينة. الفطور كملناه والمدينة مازال ما عمرت. المهم ضربنا دويرة في المدينة القديمة وشدينا الطريق للجوهرة الزرقاء مع 11 القصمين. ودخلنا للمدينة مع 12 قلتولوت ونزلنا نيشان لوطيل اللي حجزنا فيه على طريق بوكين، والاختيار ديالو كان راجع الموقع ديالو اللي جا وسط المدينة. من بعد نزلنا جبنا دورة في المدينة. بالنسبة للأماكن اللي زرناها غادي نحاول نخلي الاسم ديالها والموقع ديالها من جوجل مابس، غادي نحطه في صندوق الوصف.
رجعنا للصحة باش نتغداو. اختارينا هاد المكان غير على الله وصافي، حيت كانوا بزاف في الساحة. تغدينا الحمد لله ومشينا نشوف راس الماء. قررنا نطلعوا للجامع اللي فوق الجبل باش نحضروا الغروب. ولقينا الناس طلعوا بكري وشدوا البلايص، معليش وقفنا ودرنا شويه حتى غربت الشمس. وعاد نزلنا تعشينا ورجعنا للوطيل. صباح رجعنا لنفس البلاصه اللي تعشينا فيها وخدينا فيها الفطور. في الحقيقه ما عجبنيش العشاء عندهم بزاف، ولكن الفطور كان زوين ورخيص. حتى هو غادي نخلي العنوان ديالو في صندوق الوصف. ورجعنا للساحة باش ندخلوا للقصبة. انا حاولت نصور كل شيء فيها حيث ما غاديش نعرف نعطي المكان حقه بالهضرة، فالصورة غادي تكون احسن.
وكملنا الدورة ديالنا في المدينة. في الحقيقة درناها مزيان، ما خلينا فيها حتى شي قنت. صافي غير عينا شي شوية ورجعنا للوتيل، وحنا راجعين شرينا الخبز معانا ودرنا بيه سندويشات ديال طون في الوتيل، حيت الماكلة تما كانتش طوب وما قلبناش قبل على بلايص مزيانة للماكلة. المهم ارتاحينا وخرجنا في العشية، كملنا الدوران وطلعنا السور اللي داير بالمدينة، المنظر من تم رائع. في الليل نزلنا خدينا اتاي في الساحة، الحل كان بارد، ولكن تعامل السكان المدينة مع الزوار والامل اللي حسينا به في المدينة بلا ما نشوفوا رجال الشرطة خلانا نحسوا بواحد الدفء وراحة نفسية. في الصباح رجعنا لنفس البلاصة فطرنا فيها وودعنا المدينة، وانا تفكيري كله كان امتى غادي نرجع تاني لهاد المدينة. ومن بعد شدينا الطريق لمدينة تطوان. درنا فيها زيارة خفيفة ظريفة ورجعنا شدينا الطريق للفنادق. باش يكمل عندي السفر كان خاصني ضروري نزور هذا المطعم، ما تنفلتوش الا جيت لهنا.
وهكذا تكون سالت الرحلة ديالي اللي دست فعلا زوينة، وعقبال رحلة أخرى إن شاء الله، ونجي نعود لكم عود تاني ونخليكم على خير.